بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن أنا سعيد للغاية على المستوى الشخصي والمستوى المهني بمقابلة البروفيسور زهير رهبيني، أستاذ طب الأطفال والطب الوراثي. يمكن لأكثر من سبب أن هو يعني إنسان كريم جدا، وكان يستقبلنا أثناء فترة العمل الصحفي في الرياض بترحاب شديد وعطاء ورغبة في التعليم والتوعية، إضافة أن هو يعني تشرفت دار النخبة بأن هي أصدرت كتاب 30 عاما من الأمراض الوراثية. فإحنا بنرحب بسعادتك يا دكتور، وسعداء جدا بلقائك، وحابين نعطي للقارئ نبذة عن كتاب الطب الوراثي في المملكة العربية السعودية، خصوصا أن هو كان من أكثر الكتب مبيعا في معرض الرياض. طبعا أحب أشكرك أستاذ إبراهيم على الاستضافة جميلة في معرض الكتابة الجميل. حقيقة معرفتي بالأستاذ أسامة قديمة جدا منذ بدايات العمل، واستفدت منه حقيقة في العمل الصحفي في تبادل الأفكار والأشياء الصحفية يعني. وحقيقة أخيرا تم التواصل قبل يمكن سنة ونص سنتين لإعداد كتاب عن الطب الوراثي. وحقيقة دار النخبة وقفت وقفة جميلة وجادة معي في إصدار هذا الكتاب الذي كنت متردد حقيقة في يعني في إصداره، ولكن الحمد لله كنا نمشي معه خطوة خطوة وسطر سطر، حتى الحمد لله تم إنجاز هالكتاب وصدر. وأيضا هو مصرح من وزارة الإعلام السعودية ومودع في دار الكتب المصرية ومكتبة دار الملك فهد أيضا. فالحمد لله كل الكتاب الآن موجود في المعرض، والآن جيت الحقيقة أن أشوف الوضع وأسأل عن الكتاب، فما شاء الله كل النسخ الموجودة نفذت. أما الملخص عن الكتاب فيعني هو كتاب يوثق مرحلة الطب الوراثي في العالم، في العالم العربي والمملكة خاصة. هناك مقدمات، فكرة عن أو مدخل عن الطب الوراثي وتعريفات، تاريخ الطب الوراثي كيف نشأ وكيف استمر وكيف أصبح من أساسيات الطب في العالم، ثم فكرة عن التطور في العالم وتطور في المملكة خاصة، وبعض الأمور التي نشأت في